طيب آخر سؤال ليك، أيهما كان أصعب بالنسبة لك، رحيل لويس فيجو عن برشلونة أم رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة؟ ليو ميسي طبعا ميسي بلا شك. بالنسبة لميسي كما قلت من قبل فإنه هو أفضل لاعب في العالم، وبالتالي ما زال هو أحسن لاعب في العالم، وقد أثبت هذا خلال الأعوام الماضية، وبالتالي هو متحمس أيضا، وأعتقد أنه سوف يظل أحسن لاعب، وأعتقد هو خرج بطريقة مختلفة تختلف عن خروج لويس فيجو، وبالتالي كان خروج ميسي فكان خروجه مؤثر جدا وعلى المستوى الشخصي، فأعتقد أن خروج ميسي كان له تأثير أكثر. لو سألتك في رأيك مين أفضل لاعب في العالم في هذه اللحظة تختار مين؟ بما أني عاشق لكرة القدم فإنني أقول من هو أحسن لاعب في العالم، وبالتالي أنا لدي ذكريات أخرى عن لعيب آخرين قد لعبوا سابقا في البارسا وكان لديهم نتائج هائلة، منهم ليو ميسي، ولكن أن يوجد الكثير من اللعيبة الجيدين في العالم، ولكن انا كان لا يمكن ان اذكرهم لانهم يوجد كثير من الانديه لديهم لعيبه جيدين، وبالتالي حتى اقول ان هناك لاعب لديه فرص كثيره، فاعتقد ان اللعيبه يتم تصنيفهم على حسب طريقه لعبهم او تصنيفهم، وبالتالي وأن يلعبوا في أندية مهمة، وبالتالي لا نستطيع أن نقول من هو أفضل لاعب، وأعتقد أن الجمهور في مصر أنه يشجع البارسا ويشجع اللعيبة هناك، وبالتالي قد يتحول هذا إلى عشق لبعض الأندية للعيبة الكبار الذين يلعبون، فأعتقد أن ليو ميسي في الخلاصة أحد هؤلاء اللعيبة، وأنا سعيد جدا بهذا، وأنا سعيد جدا بعلمي أن المصريين يشجعون فريق مثل البارسا.